طيب خلينا ناخد بقى يعني نروح المغرب، نروح نروح على للمغرب. المغرب. معانا الكاتبة الصحفية والناقدة الرياضية الأستاذة حنان الشخاعة، أهلا بيكي معانا في 10 الصبح بالأهلي يا فندم. أهلا زميلي كريم، أهلا بكل ضيوفك وأهلا بكل أوفياء قناة الأهلي والشعب المصري الشقيق. طبعا احنا في مصر سعداء جدا الحقيقه، مبدئيا كده مجرد ان المنتخب المغربي مشارك في النسخه دي من كاس العالم، دي في حد ذاتها كانت مصدر سعاده كبيره لينا، وحضرتك اكيد ادرى مني بكتير عن طبيعه العلاقه اللي مبنيه بالكامل على المحبه بين الشعبين، يعني حتى بخلاف الرياضه وكره القدم في محبه من قديم الازل بين الشعبين المصري والمغربي، واكيد كلنا تابعنا بمنتهى الشغف والاهتمام كل اللقاءات اللي قادها المنتخب المغربي حتى هذه اللحظه. عايزين نعرف راي حضرتك بقى في القادم ان شاء الله، فرص المنتخب المغربي ايه فيما تبقى من المونديال؟ الأكيد هي علاقة متينة وعلاقة قوية بين الشعبين المغربي والمصري، ودائما ما تحتاجوش فقط مباريات كرة القدم كي نعبر عن المحبة والعلاقة القوية ما بين الشعبين الله يدومها. كنا نتمنى الأكيد أن يكون المنتخب المصري متواجد بنجم كبير محمد صلاح، ولكن شاء الله أن يكون موجودا، ونتمنى أن المنتخب المغربي يكون يسعدكم ويكون يعودكم على غياب أصدقاء محمد صلاح على هذه النسخة المونديالية في أرض العرب قطر. المنتخب الوطني المغربي قدم مباراة كبيرة أمام كرواتيا، انتزع نقطة وكان بإمكانه الفوز لو كانت نجعة هجومية وتعامل بشكل جيد خاصة على مستوى مربع عمليات منتخب كرواتيا، ولكن النقطة اليتيمة أمام وصيف بطل العالم منتخب كرواتيا هي نقطة إيجابية ومحفزة للأسود. اليوم طقوس مباراة ومعطيات مباراة وحتى أسلحة الناخب الوطني وليد الركراكي ستختلف مع هذه المباراة، لأن المطلوب هو الفوز من أجل البقاء ولا الإبقاء على حدود المرور إلى الدور الثاني، بحيث أن عيون المغاربة وكذلك المجموعة الوطنية والناخب الوطني وليد الركراكي على التأهل إلى الدور الثاني بتكرار إنجاز منتخب السوداني، ولو أن المهمة صعبة داخل مجموعة صعبة لأطلق عليها مجموعة السود. من الأول وقت القرعة قلنا أن الحظوظ متساوية، لا فرق ما بين منتخب كبير ومنتخب صغير، لأن من يتأهل إلى كأس العالم الأكيد أنه من المنتخبات الكبيرة، وشفنا كيف أن منتخبات اللي ماشي منتخبات ماشي بقيمة منتخبات أخرى فقط أنها تفوز، وخير دليل هو هزيمة المنتخب الأرجنتيني خلال الجولة الأولى أمام المنتخب السعودي، المنتخب السعودي اللي ما تنقلوش من حظ ولا من إمكانياته اللي دائما تيكون كبيرا في المونديال، عودنا على التألق وعلى تحقيق النتائج الإيجابية. اليوم عقارب الساعة متوقفة هنا بالمغرب وأعتقد كل الدول العربية، لأن الأمل كبير وكبير أصدقاء العميد رومان سايس من أجل الانتصار ومواصلة الإبحار لأبعد نقطة في مونديال العرب بدولة قطر الشقيقة. إن شاء الله كل التوفيق ليكم أستاذة حنان، بنتمنى ليكم أكيد هنا من مصر كل التوفيق لكل منتخباتنا العربية، والنهاردة أكيد كل المصريين هيشجعوا أكيد المغرب بالتوفيق بإذن الله، ونبارك لك بإذن الله، نتمنى ذلك. شكرا جدا الناقدة الرياضية حنان الشفاعة.